بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج فتاوى، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع. مرحبين في بداية هذا اللقاء بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم يا شيخ صالح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء. بداية حفظكم الله، هذا أحد الإخوة يسأل عن قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يسأل عن تفسير هذه الآية، وما هو الإصلاح وما هو رابط الإصلاح في الإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله إن الله التواب الرحيم. هذه الآية من سورة الحجرات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى لربط الأخوة بين المسلمين، أخوة الإسلام، وهي أقوى من أخوة النسب. إنما المؤمنون إخوة، إخوة في الإيمان لا في النسب، وهذه الرابطة أقوى من أخوة النسب. وإذا كان المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، إذا حصل خصومة أو نزاع أو اختلاف بين المسلمين بعضهم مع بعض، مع قبيلة مع قبيلة، أو جماعة مع جماعة، أو فرد مع فرد من المؤمنين، فإنه يجب الإصلاح بينهم لتبقى أخوتهم ثابتة ولا تؤثر عليها النزاعات والنزغات. فهذا شأن المؤمنين دائما وأبدا. فإذا حصل بين جماعة أو بين أفراد من المسلمين سوء تفاهم، يجب التدخل لإصلاح ذات البين بينهم، ولا يتركون يتقاطعون ويفترقون. فهذا من عوامل بقاء جماعة المسلمين أمة واحدة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وأما الذين يسعون بين المسلمين بالتفرقة وإيقاد النزاعات بينهم، فهؤلاء مخالفون لما أمر الله جل وعلا به من الربط بين المسلمين وإزالة ما يكدر صفو الاجتماع والأخوة. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ صالح. أيضا هذا يسأل يقول عن مفهوم الأمانة في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. الأمانة في هذه الآية المراد بها أمانة التكاليف الشرعية،
الأوامر والنواهي وما شرعه الله سبحانه وتعالى للمسلمين، فهي رابطة قوية بين المسلمين بعضهم مع بعض، فلا يتركون مجالا للمفسدين والنمامين الذين يريدون التفرقة، والمنافقين الذين يريدون التفرقة بين المسلمين وإيقاع العداوة بينهم، لا يتركون لهم مجالا يتدخلون بين جماعة المسلمين الذين هم أخوة، الذين هم جماعة واحدة، الذين هم أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. نعم. بارك الله فيكم. أنتقل إلى السائل أحمد محمد عبر جوال البرنامج، بعث بهذا السؤال، يقول: معالي الشيخ صالح، ما المقصود بقوله تعالى: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد؟ نعم، هذا من مقالة مؤمن آل فرعون، قال: رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله قد جاءكم بالحق من ربكم، إلى آخر الآيات. فهو مؤمن آل فرعون رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي أبدى النصيحة وأبدى الرحمة والثقة بين المسلمين وقطع النزاع بينهم، وكف الذين يريدون أن يقتلوا موسى عليه الصلاة والسلام لما جاءهم بالبينات والدعوة إلى الله. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أيضا يقول بارك الله فيكم: أرجو من الشيخ صالح أن يذكر أهم الكتب التي تتحدث عن العقيدة والتوحيد، حيث لنا أمل أن تكون شاملة وافية حتى نكون على بينة ويقين. الكتب في العقيدة الصحيحة ولله الحمد كثيرة ووافرة وموجودة، أعظمها كتاب الله سبحانه وتعالى، فهو المرجع في العقيدة وفي غيرها، كذلك بعد القرآن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته في الأحاديث الصحيحة الواردة عنه، وكذلك المؤلفات في العقيدة الصحيحة مثل مجموعة الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، منها العقيدة الواسطية من هذه المجموعة لشيخ الإسلام ابن تيمية، العقيدة التي شملت أبواب العقيدة وما يجب أن يكون عليه المسلمون فيما بينهم، ومنها كتاب التوحيد للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في توحيد العبادة والنهي عن الشرك والنهي عما يؤثر على عقيدة التوحيد من الكتاب والسنة، كل أبوابه مبنية على الكتاب والسنة، آية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أثر عن علماء الأمة، فهذه كتب عظيمة يجب الرجوع إليها ودراستها وتدريسها، وهي ولله الحمد موجودة في مدارسنا وجامعاتنا من الابتداء إلى الدراسات العليا، موجودة في المقررات. نعم. متواصلين معكم أيها الإخوة والأخوات من خلال برنامج فتاوى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع. أحسن الله إليكم معالي الشيخ صالح، هذا يسأل ويقول: محمد صالح من جدة يقول: ما صحة الحديث من كفر مسلما فقد كفر؟ من قال لشخص يا كافر أو دعا رجل بالكفر ولم يكن كذلك رجع على القائل.
نعم، من قال لأخيه يا كافر يا منافق، فإن كان الذي قيلت فيه مستحقا لها وإلا فإنها ترجع على قائلها والعياذ بالله، فلا تذهب هذه الكلمة سدى، وإنما لها تأثير ولها آثار، فإما أن يكون الذي قيلت فيه أهلا لها وإلا ترجع على من قالها بالإثم والآثار السيئة. نعم، أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تسأل تقول: ما حكم اتباع المرأة اتباع الجنازة للمرأة؟ المرأة لا تتبع الجنازة، هذا من خصائص الرجال، هم الذين يحملون الجنازة ويتبعونها يشيعونها ويدفنونها في قبرها ثم يزورونها بعد ذلك في السلام والدعاء لها، هذا خاص بالرجال، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وفي رواية لعن زائرات القبور، فالمرأة لا يجوز لها أن تزور القبور، لا قبر قريبها ولا غيره، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تبكي عند قبر قريبها فنهاها، قال: يا أمت الله اصبري، فقالت: إليك عني، لم تكن تعرف أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وتركها، فقالوا لها: هذا رسول الله، فندمت على ذلك ولحقت بالرسول صلى الله عليه وسلم واعتذرت وقالت: الآن أصبر يا رسول الله، قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخ صالح، بارك الله فيكم. هذا يسأل عن حكم تعليق التمائم التي من القرآن أو كتابة أو الدعاء على أعناق الصغار أو الكبار. لا يجوز تعليق التمائم، فإن كانت التمائم فيها شرك وفيها دعاء لغير الله فإنها محرمة، وهي وسيلة إلى الشرك، وإذا اعتقد فيها أنها تدفع عنه البلاء أو تجلب له الخير فهذا هو الشرك، هذا هو الشرك والعياذ بالله، فلا يجوز تعليق التمائم. إن كانت من غير القرآن هذا بالإجماع، وإن كانت من القرآن والأدعية الشرعية فهذه محل خلاف، والراجح أنها لا تجوز أيضا، لأن تعليقها وسيلة إلى تعليق ما لا يجوز، ولأن تعليقها فيه اعتماد عليها، وهذا لا يجوز أيضا. نعم، أحسن الله إليكم. أبو مريم مقيم في المملكة يقول: كيف أحقق التوحيد وما هو الجزاء الموعود؟ تحقيق التوحيد تصفيته من شوائب الشرك والبدع والذنوب، تحقيق التوحيد منزلة عالية فوق التوحيد، قد يكون الرجل موحدا لكنه ليس محققا للتوحيد، عنده نقص في ذلك، تحقيق التوحيد درجة عالية، من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. نعم، أحسن الله إليكم. عبد الرحمن من حريملة يقول: ما هي أنواع التوسل؟ التوسل أنواعه كثيرة، لكن منها ما هو محرم ومنها ما هو جائز، فالتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته هذا أمر مشروع، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوه بها، هذا توسل بأسماء الله وصفاته، تقول: يا رحمن ارحمني، يا كريم اكرمني، يا تواب، يا غفور تب علي واغفر لي، وما أشبه
وما أشبه ذلك، فهذا أمر مشروع، التوسل بأسماء الله وصفاته، وكذلك التوسل بالأعمال الصالحة التي صدرت من العبد، يتوسل بأعماله الصالحة. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، هذا توسل إلى الله بالإيمان واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. والذين انطبقت عليهم الصخرة، سدت عليهم الغار، لم يستطيعوا الخروج، قالوا إنه لا يخلصكم إلا صالح أعمالكم، فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. فمنهم من توسل بعفته عن الفاحشة بعد أن تمكن منها وتركها خوفا من الله سبحانه وتعالى، ومنهم من توسل ببره بوالديه، ومنهم من توسل بحفظ حقوق الناس والمحافظة على أجرة الأجير حتى جاء وأخذها منه بعد مدة بما نما لها من بما نما لها من الزيادة، أخذها صاحبها كلها، فتوسلوا إلى الله بذلك فانفرجت عنهم الصخرة وخرجوا يمشون. نعم، أحسن الله إليكم. أبو عبد الكريم من الرياض يقول: أريد أن أسأل عن من ينكر صفات الله، حكمه في الإسلام؟ حكمه في الإسلام أنه معطل لأسماء الله وصفاته والعياذ بالله، هذا ناقص، توحيده ناقص، التوحيد منه أيضا الإقرار بأسماء الله وصفاته التي وردت في الكتاب والسنة، والتوسل إلى الله بها، عبادة الله بها. المعطلة الذين نفوها هم الجهمية وأفراخهم وتلاميذهم من أهل الضلال. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: إني أرى بعض الناس يتمسح بأستار وجدران الكعبة، هل هو من التوسل بغير الله؟ لا، هذا ما هو من التوسل بغير الله، ولكن تركه أفضل، وإلا الكعبة المشرفة المسلم يمسح الحجر الأسود ويقبله ويدعو عنده، يمسح الركن اليماني، فهذا من البيت العتيق مبارك، إن قال الله جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس إلا الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. نعم، وأستار الكعبة وكذلك الجدران يا شيخ؟ لا، أستار الكعبة لا، إنما الكعبة نفسها. نعم، عبد الله من القصيم يقول: ما حكم سؤال الله بجاه الصالحين؟ لا يجوز هذا، هذا من التوسل الممنوع، لا تقول أسألك بجاه الرسول، بجاه العالم الفلاني، هذا لا يجوز، لأنه وسيلة إلى الشرك، ولأنه غير وارد أيضا. نعم، سؤاله الآخر يقول: لماذا يمنع بعض أهل العلم من التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه لم يرد، لأن هذا شيء لم يرد، والتوحيد أموره توقيفية، لا يجوز أن يعمل شيء لم يرد فيه دليل. نعم، أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر، عبد القادر محمد يقول ويسأل عن معنى الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وهذا يسأل بارك الله فيكم عن معنى ذلك. نعم، الحديث يخرج على معنيين: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا من باب الذم، أن الحياء يمنع مما لا يليق، فإذا لم يكن عند الإنسان حياء فإنه لا يمتنع مما لا يليق. والمعنى الثاني: إذا لم تستحي، أي إذا لم يكن في هذا الأمر
الذي تريده لم يكن فيه ما يؤثر على الإنسان في دينه وفي عقيدته فإنه يفعل ما شاء إذا لم يكن في ذلك خدش لعقيدته أو إيمانه. نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: ما معنى ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين؟ هل هذا معناه عندما يكون مريضا الرجل؟ هذا من كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ويقول: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، يعني صلاة الجماعة معلوم النفاق. ولقد كان الرجل، يعني من الصحابة، يؤتى به يهادى بين الرجلين، إذا كان مريضا أو كبير السن يأتي بين رجلين يحملانه حتى يقيماه في الصف مع المسلمين، هذا من حرصهم على صلاة الجماعة وعدم التخلف عنها. نعم. بارك الله فيكم. يسأل ويقول عن قول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، كيف يكون التواصي في ذلك؟ الأمر بالمعروف، نعم، والنهي عن المنكر، هذا التواصي بالحق، والتواصي بالصبر على التمسك بالحق، لأن ما كل من عرف الحق واتبعه يصبر عليه، بل ربما يدركه الكسل أو الطمع أو غير ذلك فيصبر عليه على ذلك، يصبر على المشقة في طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هناك بعض الأئمة وبعض المؤذنين يتركون مساجدهم ويذهبون خاصة في صلاة العصر ويذهبون إلى المسجد الكبير لأداء الصلاة على الجنائز في كل يوم، ما حكم عملهم هذا؟ عملهم هذا فيه تكلف، فيه تكلف، فإن كان حضرت جنازة في المسجد القريب منه أو في مسجده الذي يصلي فيه يصلي عليها، أما أنه يتتبع المساجد من أجل الصلاة على الجنائز فهذا فيه تكلف. نعم. يسأل بارك الله فيكم يقول: شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، هل هو حفظكم الله، هل هو حديث أم أثر وما معناه؟ يروى حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فهذا يدل على كراهية الطلاق من غير سبب ومن غير موجب، لأن فيه تفريقا للأسرة وفيه أيضا تأثير على الذرية خصوصا الصغار، يكون ينالهم شيء من التعب ومن المشقة ومن فراق الوالدين أو أحدهما، فلذلك كان الطلاق بغيضا إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما يكون عند الحاجة، الطلاق عند الحاجة هذا من رحمة الله عز وجل، وأما عند عدم الحاجة فلا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول بارك الله فيكم: ما حكم طلب الدعاء من ما يسمى بالولي أو التمسح به، هل هذا جائز أم فيه قدح في العقيدة؟ نعم، هذا لا يجوز، التمسح ولا التبرك بالأشخاص أو بالقبور أو بأي ما يتخذه الناس للبركة، البركة بطاعة الله سبحانه وتعالى وبذكره وبما جعله الله مباركا كالأنبياء والمرسلين والبيت العتيق. نعم. يقول بارك الله فيكم أبو فاطمة من أبها يقول: خصصت يوما من الأسبوع يوم الجمعة أذهب إلى المقبرة وأسلم على والدتي وأدعو لها وأتحدث عن بعض الأمور، فما صحة ذلك؟ نعم، زيارة القبور خصوصا قبور الأقارب خصوصا الوالدين أو أحد الوالدين هذا أمر مشروع، ليكون القصد منها الاعتبار وأيضا الدعاء للميت، الاعتبار بحالة الأموات والدعاء للميت والسلام عليه
ففيها أجر وفيها نفع للزائر والمزور. نعم. أحسن الله إليكم. سعيد محمد من جازان يسأل ويقول: هل الوصية واجبة على كل مسلم؟ وحيث أنني لا أملك شيئا ولا أوصي به، ما حكم ذلك؟ الوصية بما عليك وما لك من الحقوق هذه واجبة، لا تضيع الحقوق، توصي بها لئلا تضيع. وأما الوصية بشيء من مالك يصرف في طاعة الله بعد موتك فهذه مستحبة، هذه وصية مستحبة. نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: من وقف عقارا لله عز وجل وهو على قيد الحياة، ولكنه أراد أن يغير هذا الوقف إلى وقف آخر، هل يجوز له ذلك؟ لازم يراجع القاضي، يراجع المحكمة في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن بر الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه الآية. يقول: بارك الله فيكم، أحيانا يحدث مني بعض الخلاف مع الوالد ويصل إلى رفع الصوت قليلا، هل أنا آثم بذلك؟ وما هي حدود بر الوالدين؟ نعم، إذا رفعت صوتك على ولا تنهرهما، الله جل وعلا يقول: ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلا ترفع صوتك على والديك وأحدهما، تلطف في الكلام ولين الكلام لهما وأحسن إليهما كما أحسن إليك، أحسن إليهما عند الكبر، عند كبرهما كما أحسن إليك وأنت صغير لا تقدر على شيء. نعم. أحسن الله إليكم. محمد الدوسري يقول: بارك الله فيكم، بعض الجيران تحدث منهم مشاكل وأتغاضى عنها ولكن زادت عن حدها، فما هو توجيهكم بارك الله فيكم؟ توجيهنا بالصبر على الجار، على أذى الجار، الصبر على أذى الجار، ولك في ذلك الأجر العظيم وحسن الجوار. نعم. نعم. هذا سليمان من سليمان المحاسن من الخرج يقول: ما هي مكفرات الذنوب؟ وهل يجوز أن أستغفر للموتى ولأهلي؟ كفرات الذنوب كثيرة ومنها الاستغفار، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فتستغفر لنفسك وتستغفر لوالديك وتستغفر لإخوانك المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: بارك الله فيكم، بلغني وفاة أحد الأصدقاء وأنا في خارج المملكة، هل لي أن أصلي في مثل هذه الحالة صلاة الغائب علي حيث لا أستطيع أن أقدم إلى المملكة؟ لا بأس بذلك، تصلي عليه وتدعو له ولا بأس بذلك إن شاء الله، مع أن الصلاة الواجبة سقطت بصلاة الحاضرين عنده، ولكن هذا من باب زيادة الخير. ولكن بعد شهر لا تصلي عليه، شهر صلاة على الغائب إلى شهر. نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: كثر في الآونة الأخيرة عند بعض الناس التساهل في السب والشتم واللعن والغيبة والنميمة، أريد منكم نصيحة لكل من تساهل بهذه الظاهرة المنتشرة عند بعض الناس. يجب على الإنسان أن يملك لسانه وأن يحبس لسانه عن الكلام السيء والسب والشتم، لأن هذا يجني عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني اللسان، وما بين رجليه، يعني الفرج. نعم. أضمن له الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا عمر من تبوك يقول: يا شيخ، أنا آخذ الزكاة، هل أخرج من الزكاة زكاة؟ إذا ملكتها فلا بأس أن تخرج منها الزكاة وأن تتصدق منها، لأنها أصبحت ملكا لك تتصرف فيها. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم الله. من الأسئلة أيضا هذا الأخ محمد حافظ من السودان يقول: ما حكم دفع الزكاة في بلاد السودان حيث أن هناك من الفقراء المحتاجين؟ هذا فيه نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر، إذا كان هناك غرض صحيح من نقلها، كما ذكرت أن فيها محتاجين أكثر حاجة من الحاضرين، فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا الأخ حسين من الجزائر يقول: هل الجورب يعتبر خف؟ بارك الله فيكم. لا، الجورب يعتبر جورب، الخف إنما يكون من مصنوعا من الجلد أو ما يقوم مقام الجلد، هذا الخف. وأما الجورب فهو الكيس الذي تدخل به الرجل، وهذا إذا كان ساترا وصفيقا يشرع المس عليه ولا تخلعه. نعم. أحسن الله إليك. أيضا الأخ حسين له سؤال آخر يقول: متى تبدأ رخص السفر بالنسبة للمسافر؟ إذا فارق بنيان بلده، إذا فارق عامر بلده وخرج إلى البر يبدأ السفر. نعم. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول: والدتي كبيرة في السن وبدأ بها ما يسمى بالزهايمر، هل تسقط عنها التكاليف الشرعية؟ لا، ما دام معها فكرها فإنه لا تسقط عنها الواجبات والفرائض، بل تؤديها على حسب استطاعتها. نعم. صالح محمد يقول: بارك الله فيكم، لا تأتيني رغبة في الصلاة في بعض المساجد، أفضل الصلاة بالبيت، ما حكم عملي هذا؟ عملك هذا لا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. فمن سمع النداء وهو قادر على أن يجيبه ويذهب إلى المسجد يجب عليه ذلك ليصلي مع الجماعة، هذا في حق الرجال، أما النساء تصلي في بيوتها. نعم. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال يقول: المريض الذي يطعم عنه في شهر رمضان المبارك كاملا، هل يجوز إخراج 40 كيلو قبل رمضان تقدم للمحتاجين؟ 45 كيلو، وإذا زاد فلا بأس، ويجوز تقديمها قبل رمضان إذا كان متحققا أنه لا يقدر على الصيام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم. جزاك الله خير يا شيخ صالح، بارك الله فيك وفي علمك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وأيضا عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه، وأن يرفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. نلقاكم في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.